لا وسعادة، يعني أنا ما بقولش إن ضاع ولا حاجة، يعني قلة خبرة بسيطة من محمد ياسر رغم إن هو تابع كويس قوي، ولكن عمار عملها بطريقة كويسة. لكن كل ده أنا يعني حتة إنك تكسب تخسر البطولة، إحنا عارفين أهدافها، أي. إحنا البطولة أهدافها مش مكسب بس، إحنا البطولة أهدافها إن إحنا نطمن على لعيبتنا، نشوف أهم نقطة الواحد مطمن عليها روحهم، صحيح روح اللعيبه. صحيح. والناس اللي كانت بتستغرب وبتقول ان ليه الاهلي بيجيب جوان في الدقيقه 90، يشوف دول عيال صغيره بيتربوا على كده البدايه، يعني بيلعبوا المقاولين، المقاولين فول تيم، يعني أيوة. المقاولين لو عنده بطوله افريقيا هيلعب باللعيبه دي، لو عنده فاينل كاس مصر هيلعب بنفس التشكيل ده. صحيح. يعني انت بتتكلم على لعيبه الاهلي بتلعب الفريق الاساسي الناشئين، للنادي المقاولين، بيلعبوا فول تيم النادي المقاولين والاسماعيلي طبعا، واللي قبله الجونة. والجونه، يعني انت بتتكلم على 3 ماتشات محدش عارف يكسبك. صحيح. وانت صغير، علشان كده بقول انه المباراه النهارده اثبتت ان لما اللعيبه خدت جراءه شويه وممكن تدي وما بقاش عندها الحذر، صحيح. ممكن نكسب ونكسب كويس. طيب لو اخترنا نجم لشباب الاهلي النهارده، يعني انا شايف انه ممكن نديها محمد اشرف. لا يعني انا دايما بحب حته ال يعني ممكن عمار حمد، ممكن عمار. كابتن ماهر عمار برضه، عمار عمار. انت انا محمد اشرف. محمد اشرف انت تقصد شباب بدون عمار ولا بعمار؟ لا لا الفرقه هو عمار، طبعا نجم المباراه، لكن انا عاجبني جدا محمد شرقيه النهارده ومانو ومحمد اشرف، الثلاثه عملوا ماتش عيل مع مصطفى شوبير مع محمد ياسر نزل في الاخر، لكن نجم اللقاء محمد الاول أشرف. هو عمار. 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 انا اقول مع كابتن شريف محمد اشرف. عمل اداء عالي جدا انت جدا، انت لعيب جدا كوره وفاهم، وكان اداؤه مميز جدا طبعا بجانب عمار، ولكن هو ادى عمار عمل زياده عدديه في الشوط، عمل نقله هجوميه على فكره، وعمار طبعا رغم ان هو كان بيلعب وسط مدافع، لكن عمل اكتر من هجمه خطيره. اشرف طبعا كان مميز جدا برده طبعا، ولكن طيب احنا خلصنا الكلام عن المباراه. سريعا يا كابتن ماهر، تنبؤاتك انت والكباتن الكبار ليه؟